حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم موهبة، هذا البرنامج الذي يستطلع على مواهب ومشاركات الطالبات في المؤتمر العلمي الرابع للتعليم العالي للطالبات والطلاب في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. أسعد في هذه الحلقة بالترحيب بقامة علمية كبيرة، لا شك أرحب بالدكتور عبد الحليم بن عبد العزيز مازي، وأنت مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي. حياك الله يا دكتور، أهلا ومرحبا بك. الله يحييك. وأنت طبعا مرافق لابنتك تغريد مازي، حياك الله تغريد، وأنت طالبة الماجستير في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود، مرحبا بك تغريد. الله يحييك، شكرا. طبعا أنتم معنا لا شك للحديث عن مشاركة تغريد في هذا المؤتمر العلمي الرابع كما ذكرت لطلاب وطالبات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. ما هي مشاركتك تغريد؟ بودنا أن تعرفين عليها. مشاركتي كانت عرض تقديمي في المحور الصحي في المؤتمر، وهي عبارة عن عرض تقديمي لمشروع رسالة الماجستير، كانت بحث تطبيقي قمت فيه بدراسة مجموعة من عينة مرضى السكري. دراستي كانت بعنوان العلاقة ما بين الهيموغلوبين A1C وبروتين الأستوكالسين في مرضى السكري من النوع الثاني في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض. هو عبارة عن دراسة اتجاه جديد للأبحاث التي يعني تبحث عن علاج لمرضى السكر. جيد. هو طبعا في الجانب الصحي وفي المحور الصحي احنا لا شك يمكن سنتحدث عنها باستفاضة أكبر وكيف جاءتك الفكرة، لكن هذا البحث ربما جاء من لا شك من قامة كبيرة دكتور، وأنت مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي، لكم دور دكتور في 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 هذا البحث أو حتى في الدعم المعنوي أو المادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. لا شك يعني الدعم في المادة العلمية اللي هي بحثته حقيقة هذا بالتعاون بينها وبين مشرفتها ليكون الأمر يعني أعلى، لأن عندما تأتي الأمور العلمية البحثة يترك الأمر لي يعني للفريق العلمي وتخصصي بعيد جدا عن تخصصها، فبالتالي حتى بس نضع الأمور فينا، لكن دور الأسرة من نعم. بداية هذه يعني اهتمام الوالدين ومتابعتهم في تحصيلهم ويعني خلق الجو المناسب لهم للتحصيل وتحفيزهم دائما للتعرف على الحاجات الجديدة. فمثلا عندما يكون الحديث في يعني في الأسرة عن إنه ما هي الحاجات المؤثرة في المجتمع، كيف نعالجها، ما هو دور الإنسان بعد ما يتعلم، إيش فائدة تعلمه، إيش فائدة البحوث التطبيقية في غير البحوث التطبيقية، فهي أمور غير مباشرة يعني شفتوا كيف، لكن ولا تستطيع أن تلقنها، يعني لا تستطيع أن تسوي كذا عشان تطلع كذا، هي بيئة متكاملة، منظومة متكاملة، تشجيعهم في البداية، وضع حوافز، ما أدري يمكنها ما تذكر تغريد، كنا نسوي جدول يعني كان في حوافز قبل بشر جدا جدا أحسن. مثلا اللي اللي يؤدي واجباته نسوي له نقاط معينة، اللي يؤدي صلواته يسوي حاجة معينة، اللي يجيب ممتاز له درجة معينة، ترى هي كتلة متحركة مع بعض ما يمكن تكون جزئية غير جزئية ثانية. إضافة يعني قبل هذا وهذا ترى التوفيق من الله سبحانه وتعالى وتشجيع الأسرة، هي متزوجة وزوجها أيضا يشجعها على هذا، ف يعني منظومة متكاملة. صحيح. لكن يعني أستاذة تغريد، أنت كيف جتك الفكرة في البداية في ظل هذه الانشغالات الأسرية؟ يعني ممكن ذكر الوالد أنك أنت أيضا متزوجة وأم لأطفال، جاءت الفكرة وتفرغ أيضا للبحوث، هذا يعتبر أتخيل إنجاز، كيف جت الفكرة؟ هو طبعا الدراسات العليا كان يعني من طموحاتي، والوالد والوالدة وزوجي كمان كانوا من أكبر المشجعين والداعمين لي الحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا بحكم يعني مجالي تخصصي البحوث التطبيقية أساس يعني للماجستير، ف يعني هذا كان فكرة البحث، يعني جات لأنه كان متطلب من متطلبات التخرج، فقمت بإجراء الدراسة. ممتاز. وفكرة البحث يمكن كانت اللي هي يعني
عن نسبة السكري في 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 كانت عن اتجاه جديد لعلاج مرضى السكر. بالضبط. وهل جاءت هذه الفكرة مثلا بناء على انه لا قدر الله احد في افراد اسرتك يعاني من السكر، ام انه حالة لاصدقائك او صديقاتك عفوا فاحببتي مثلا انه تخدم المجتمع بهذه الفكرة؟ اكيد هو ما في بيت يخلو من احد مصاب بمرض السكر هذه الايام. مرض السكر يصيب 30% من البالغين، اللي يعني الفئة العمرية البالغة في المملكة العربية السعودية. صحيح. نسبة سكر الأطفال كمان عالية جدا هنا عندنا، فهي مشكلة حتى تخيل في نسبة من 18 إلى 24 تتجاوز 60% من نسبة المصابين بالسكر. أيوه. والسمنة أحد عواملها. أيوه. يعني نعم. يعني كل العوامل المحفزة للمرض مرض السكر يعني موجودة، والجينات والبيئة والنمط الحياة موجودة في المجتمع عندنا. نسبة الإصابة فيه جدا عالية، فهو أكيد مشكلة تحتاج أنه الواحد يدور لها علاج. صحيح. هذا الدعم الأسري، الوالد موجود أيضا، وكذلك يمكن زوجك موجود لكنه لم يتفرغ للحضور معنا، كنا نتمنى أنه يكون موجود، يمثل لك لا شك أنه يعني دافع كبير. أكيد. كيف وجدتي ذلك؟ والله الدافع المعنوي هذا أهم شيء. يعني بصراحة الشخص لو كل الإمكانيات متوفرة عنده لكن المشجع والداعم النفسي والمعنوي مش موجود، ما يعني يتهيألي حيكون هذا الشيء أصعب 100 مرة للتحقيق. الحمد لله أنا توفقت بأهلي وتوفقت بزوجي، يعني الحمد لله رب العالمين. ممتاز. ربي يوفقك. دكتور أنت عندك إضافة وشكلك كنت مطلع على البحث أحسك دكتور. مطلع. نعم كنت أطالع بحكم أنه أحيانا تحتاج في بعض الأمور توجه الطالب، يعني أنا عضو هيئة التدريس في الجامعة وبالتالي هذه ما هي لا شك. لكن حبيت أثير يعني أشير إلى نقطة مهمة جدا. المؤتمر هذه هي النسخة الرابعة. نعم. من المؤتمرات العلمية، فكرتها وكيف نفذت تراها لقد صدى يعني كبير بين الطلبة، الطلبة والطالبات ترى هم ينظروا إلى مشاركاتهم في هذا المؤتمر كنوع من يعني والتميز فيه من نوع من عوامل ترى التشجيع اللي دافع كبير جدا للطلبة. لو تجي تشوف ما هو أثر يعني اللي صار 3 سنوات ونحن في السنة الرابعة، وأنا أجزم أنها راح تكون أيضا محفزة لمن يأتي فيما بعد في السنوات الخامسة والسادسة إن شاء الله. فهذه على مستوى الدولة ترى أيضا من عوامل يعني التجويد في البحث العلمي. قد لا تكون البحوث كلها بنفس المستوى لكن تحاول تبدأ، وإذا بدأت العجلة تسير فستجد يعني من الأبحاث ومن الطلبة ومن هذا ما يعود إن شاء الله بالفائدة على المجتمع. لا شك. وربما هذا يعني حتى ما ذكروا معالي وزير التعليم العالي في حفل الافتتاح إنه هذا المؤتمر وجد لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، ليس فقط هذا بل حتى تبني بحوثهم. أنا بودي تغريد، أنت طبعا إلى الآن ما بدأت يمكن مناقشة البحث مع الجهات المختصة في المؤتمر؟ لا الحمد لله عرضت أمس. عرضتي بحثك، كيف كان صدى يمكن لجنة التحكيم؟ والله الحمد لله يعني لقيت استحسان الحمد لله. بعد ما خلصت العرض، يعني أنت سؤالك أنه كيف كانت تجاوب الناس معي، وجدت أنه في بعض الأطباء كانوا موجودين يعني وسألوني عن بحثي وسألوني عن نتائجي، يعني حبوا الاستفادة زيادة من نتائج البحث. لو نرجع للوراء شوية، أنت تغريد يمكن في بداية البحث لا شك أنك كنت تحتاج إلى أدوات أيضا، معامل، مختبرات، كانت ميسرة من قبل الجامعة؟ الحمد لله. أغلب المساعدات التقنية الحمد لله قدمت لي من مركز السكري بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي. أتقدم بالشكر للدكتور خالد الربيعان، وفر لي وسهل لي وهيئ لي الأمور الحمد لله. نعم. والدعم المادي تلقيته من الجامعة، برنامج داعم جزء أنت من أنت بداية تقدمت بهذه الفكرة. صحيح. للجامعة. أي. وقبلت. أي. يعني لقت استحسان. نعم. صحيح. ممتاز. وبعد ذلك يعني يمكن تم ترشيحك لهذا المؤتمر. صحيح. ومولت للدعم المادي من جهتين، من مركز داعم، برنامج داعم مركز الدراسات الجامعية بالملز، ومن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. طيب جيد. دكتور أنا خلني أستغل وجودك يعني كمدير مركز البحوث والدراسات في الوزارة، وأيضا أنت أحد أعضاء هيئة التدريس. هل فعلا طلبتنا مثلا يعني يلقون تلك
الأيادي المساعدة لتلك البحوث؟ يعني أنا سأرجع إلى تغريد بعدين وأسألها، يمكن الطالب يعني ما يتمنى فقط أنه والله يصل إلى مرحلة الفوز وأن يأخذ جائزة مادية ثم بعد ذلك خلاص البحث هذا يموت. أنا بحاجة إلى أنه يتم تبني أن أرى ثمرته بين الناس، يمكن هذا أكثر شيء يسعد الطالب لا شك. هل فعلا جامعاتنا تقوم بذلك؟ ما في شك، شوف التخصصات مختلفة بين الطبية والهندسية اللي هي التطبيقية والإنسانية، وكل نوع من أنواع الدراسات والبحوث فيها لها سمة معينة مختلفة. إذا جئت للأمور التطبيقية اللي هي في مجال الهندسة والحاسب الآلي، وذي في دعم في دعم كبير للبحوث النوعية، بمعنى إذا كان المشروع اللي يقدمه الطالب يتوافق مع أحد البحوث اللي يسموها البحوث المستهدفة، فيكون في تلاقي من جهتين، جهة مانحة والطالب أيضا هو يستفيد من ناحيتين، إنه لبحثه لدرجته، شفتوا كيف؟ ففي دعم قوي قوي جدا. أنا ودي لو بس أذكر تغريدة هي تتكلم عن البحوث الطبية تتعامل مع أشخاص، ترى مو أي شخص يقدر يسوي البحث، لازم يأخذ موافقات من جهات معينة، لأنه لازم تجري هذه وتأخذ عينات حية وذا، فهي يمكن نسيت هذا موضوع مهم جدا، أنا بس حب أذكرها أبو. صحيح، أنا سأترك لك المجال تغريدة تتحدثي عن هذا الموضوع، وما هو أملك في البحث اللي قدمتي وتلك المشاركة، إلى أين ستصل؟ لكن بعد فاصل قصير إن أذنتم لي. إذا المشاهدين الأعزاء، فاصل بعده نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء مجددا في متابعة لحلقتنا الليلة من هذا البرنامج، برنامج موهبة، والذي يناقش ويستعرض تلك المشاركات والمواهب التي شاركت في هذا المؤتمر العلمي الرابع لطلبة وطالبات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. أسعد بالترحيب مجددا بضيوفي الدكتور عبد الحليم بن عبد العزيز مازي، وأنت مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي، وكذلك ابنتك والمشاركة في هذا المؤتمر تغريد بنت عبد الحليم مازي. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أنت طبعا ذكرت تغريد بالعقبات يمكن التي واجهتها خلال هذا البحث، وأنا كنت سألتك تغريد حتى يعني لا تنسينا الإجابة، عن ما هو أملك من هذا البحث في نهاية تلك المشاركة؟ يعني ربما لا يكون الفوز فقط، بل أنت تنتظرين أكثر من ذلك، أنا لا أدري أين تقف الطموحات. نبدأ بالعقبات بداية. طبعا من أهم أوقات البحث العلمي للطالب الدعم المادي. نعم. في حالتي أنا الحمد لله حصلت على البحث من الجهتين اللي ذكرتهم، لكن يعني حجم يعني احتياج المادة لمواد البحث وتمويل البحث
تجاوزت ضعف التكلفة اللي أنا يعني في الحقيقة مولت منها، يعني مولت بها. فطبعا هذا للطالب اللي يكون غير موظف أو يكون يعني حالته المادية لا تسمح، صعب جدا. فهذه يعني من أهم الأشياء اللي يجب أن تذكر، الدعم المادي. وأنت الدعم المادي حصلت عليه؟ حصلت عليه، لكن كمان في إضافات أخرى يحتاج يعني أنه الدعم المادي يغطي نقاط معينة في الميزانية اضطريت أضيف إليها، يعني فهذه إحدى العقبات. ثاني حاجة اللي هي المعاملات الورقية والبيبر وورك والموافقات، وبالذات في حالة الأبحاث الطبية موافقة مجلس البحث، موافقة مجلس أخلاقيات البحث العلمي الـIRB، هذا تطلب وقت. أخذت مني أنا 9 أشهر بس في الانتظار قبل جمع العينة، فتسعة أشهر يعني فترة طويلة. 9 أشهر حتى تمت الموافقة على مشروع البحث، يعني من بعد رفع المقترح، يعني من بعد العينة، من بعد الموافقة. فترة طويلة يعني ولا لا؟ أكيد فترة طويلة، يعني من بعد موافقة القسم ومجلس الدراسات العليا موافقة على البحث قبل بدأ بجمع العينة. عرفينا بالتسلسل أخت تغريد، يعني كيف يبدأ؟ مثلا أنت الآن رفعتي مشروع بحثك للجامعة، بعد ذلك هي من تقوم مثلا برفع الطلب ولا؟ يرفع لمجلس القسم، بعدها لمجلس الكلية، بعدها للدراسات العليا. جيد. ويأخذ الموافقة. جيد. خلاص هنا ممكن أبدأ أبحث، ممكن خلاص لو هي دراسة عادية في الهندسة في أي مجال آخر ممكن أبدأ تنفيذ مشروع. لكن بحكم أني حأتعامل مع يعني أشخاص وأسحب دمهم، هيومن بيينج بالضبط، أسحب عينات دم وأتعامل، لا يعني يجب أن يكون يعني موافق لأخلاقيات يعني أخلاقيات البحث العلمي. فهذا له مجلس، مجلس الـIRB Ethical Review Board في كلية الطب، لازم أخذ الموافقة منها وبعدها أبدأ. والموافقة هذه لأخذ العينات أو سحب العينات تحتاج 9 أشهر؟ تطول. نعم. بس تمشي إن بارلل، يعني مو معناتها هي تكون متوقفة، هي تكون عندها الخلفية النظرية والعمل، فقط إثبات الفكرة لابد يكون حقلي ميداني، وهذه اللي هي صحيح هي تأثر بس ما توقفت يعني، بس حتى نكون. لكن لو مثلا لو صارت العقبة وما استطاعت تروح تكمل الجزء التطبيقي اللي هو سحب العينات، معناته ما تستطيع تكمل المشروع، لأنه الفكرة وما فيه إنه كيفية إثبات إنه في علاقة بين الايجنت اللي في عظم اللي ينتج من العظم إنه يستطيع يعالج السكري. هذا الخلاصة. أنا قرأت البحث حقها في النهاية يعني. نعم. إيش رأيك فيه دكتور؟ والله هي أخذت المركز الأول في جامعة الملك سعود في المجال الطبي، يعني فازت بالجائزة، والجامعة هي اللي رشحتها للمؤتمر. راح تكمل عليه إن شاء الله للدكتوراه، فأنا أظن البحث جيد مرة. الله يوفقها. تغريد، أين تجدين نفسك أو أين تجدين بحثك في المستقبل؟ يعني ما هو طموحك في هذا البحث؟ والله أتمنى أنه ينفع أو يعين أحد يستنفع فيه لإيجاد علاج لمرضى السكر. نعم. يعني أتمنى أنه يساهم بطريقة أو بأخرى إن شاء الله في إيجاد علاج لمرضى السكر. ونحن نتمنى ذلك، لكن هل مثلا يعني ما تتمنين أن تتبناه مثلا وزارة التعليم العالي بالجهات المختصة يتم توجيهك يعني أو توجيه هذا البحث، تتبنى بعض الجهات الطبية؟ أكيد شيء أتمنى يعني دراسة، عدا طبعا عن حصد الجائزة يمكن في هذا المؤتمر لا شك. إن شاء الله. والله في كمية بصراحة أحب أن يعني أول شيء أنوه النقلة الكمية والنوعية في الأبحاث، لأن اللي يحضر المؤتمر الأول واللي حاضر هذا المؤتمر يعني نقلة كمية ونوعية في الأبحاث. يعني أول كانت كمية المشاركات قليلة وحتى نوعياتها، لكن في يعني أثار الجهود الحمد لله ملموسة. كان في تنافس يمكن لا شك. أيوة. يعني كيف وجدت الموضوعات قوية الصحية التي تم في منافسات طرحها؟ قوية، وفي منافسات يعني تحسها بعضها مكمل لبعض. اللي أتمنى يعني أنه مثل هذه الأبحاث الصغيرة تتبناها جهة كبيرة تنسق ما بينهم، يعني يعني الأبحاث لما تكون يعني تحت مظلة كبيرة توجهها يكون أوضح، الجهد في الأخير يعطي ثمرة
أحسن من أن تكون جهود فردية صغيرة. جيد. أنا ما أدري هل يجوز لي أن أسألك دكتور عن تنظيم في هذا المؤتمر، كيف وجدت تلك المشاركة؟ أنت حاضر طبعا بجهة يمكن أو بطريقة رسمية مع الوزارة، لكن أنت هنا الآن وأنت ضيفا معنا لا شك حاضر مع ابنتك، فكيف وجدت فعلا التنظيم، كيف وجدت التنافس، كيف وجدت المشاركة؟ شهادتي مجروحة أنا يعني بدءا يعني ما هذا لا نبدي أن تتجرد الآن من وظيفتك يعني دكتور. جيد. يعني في أنا كنت حاضر في جميع الأربع مؤتمرات السابقة وذكرت الإبنة ما شاء الله، ترى نوعية البحوث ترى ارتقت ارتقاء شديد، لأنه البناء اللي صاير ترى التجهيزات الأساسية اللي ذي، بمعنى المؤتمر هو نهاية هو قمة النتائج، لكن ترى في جهود كثيرة جدا في الجامعات في الأقسام في الأقسام العلمية. هو المهم إنك بناء هذا النوع من الثقافة، الثقافة إنه الكلية فيها قسم والقسم ينتبه لطلبته والطلبة في القسم على أقسام في ترى هذا هو المهم، ترى مو مهم انه على مستوى الوزارة نتحدث، مو المهم للوزارة انه فلانة من الطالب اخذت 10,000، يعني اللي يتم هذا ترى هو جهد، هو تأسيس لشيء معين اللي هو ثقافة انك العمل بحيث انه تبني للأجيال للأقسام والأقسام للكليات والكليات للجامعات، وبالتالي بعد شوية اذا صارت هذا ديدا لكل واحد قد لا تجد هذا النوع من التحفيز. ليش؟ لأنه خلاص العجلة صارت تستمر. ففيما يخص الترتيب يعني أنا أرجع أقول شهادتي مجروحة، وقد يفهم مني إطراء أكثر من هذا، لكن أحب يعني المقام يجب فيه شكر الله سبحانه وتعالى ثم شكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته لهذه المشروعات الضخمة في تطوير التعليم العالي. فأنا أعيد أأكد على معلومة أنه بناء الثقافة والنورم يسموه، بحيث انك انت خلاص بعد شوي تكون هذا طبعك. نعم. ما هي سبايكس وتروح. الترتيب ممتاز وجيد، والعدد ترى زاد الان ما شاء الله يمكن 750 طالب، والمشاركات اكثر، نسبه الزياده يمكن 39% عن العام الماضي، 4572 مشاركه. لو لا قدر الله تغريد لم يكتب لمشاركتك النجاح في هذه المسابقه، ما الذي ستفعلين؟ والله حضوري ومشاركتي والله هذا بحد ذاته فوز لي. نعم. تجربتي في المشاركة كانت يعني فعلا يعني شيء مميز وسعيدة به بصراحة. هل مثلا ستبحثين مثلا عن جهة أخرى تتبنى يعني بحثك؟ ولا شك هو مدعاة للتبني حقيقة، يمكن احنا ذكرنا في البداية نسبة المصابين بالسكري في المملكة وفي العالم بشكل أجمع. هو أكيد يعني كطالبة ماجستير يعني وكطالبة دراسات عليا يعني دكتوراه مستقبلية تحتاج لدعم سيرتك الذاتية بأكبر عدد من الجوائز وال يعني الأوسمة يعني قدر الإمكان. جيد. دكتور أنا خلني أسألك ويمكن نختم بهذا السؤال، ما الذي تتوقعه من ابنتك تغريد يعني في هذه المشاركة؟ أنت يمكن مطلع على هذا مشروع البحث بشكل كبير، وأيضا ربما لك الإطلاع على البحوث الأخرى، ما هي توقعاتك؟ توقعاتي إن شاء الله حتحصل على مركز متقدم جدا جدا إن شاء الله. شفت كيف؟ وإن لم أنا بودي يعني ما هو دعمكم لتغريد حقيقة يعني هي ما شاء الله هي بحد ذاتها عندها الدافع الذاتي حقيقة للأمانة، وما شاء الله يعني مثابرة ومجتهدة، والإنسان إذا ما استطاع يحقق اللي يبغاه في هذا ليست نهاية الحياة، بالعكس الآن تجي تشوف ما هي النقاط التي كان بإمكان التحسين فيها أكثر. الفكرة دائما واحد مو فقط الجائزة، يشوف أيضا ما هي الدواء الأسباب التي لم تؤديها إلى أنها، لأنه مو معقول كلنا نكسب الجائزة الأولى والثانية، لكن أنا لابد الثالثة والرابعة يشوف يا رب ما هي الحاجات ما هي الهنات اللي طاح فيها يساعد يستفيد منها
ويحسن. بالضبط. وهي في النهاية هذه المراكز يعني تبقى أرقام، لكن المهم يمكن الإخلاص في هذا البحث وخدمة المجتمع، وهذا يمكن ما ركز عليه معالي وزير التعليم العالي في كلا المؤتمرين، الأول الدولي للتعليم العالي في المملكة وكذلك هذا المؤتمر الطلابي. أنا شاكر لك الدكتور عبد الحليم بن عبد العزيز مازي، وأنت مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي، شكرا لتفريغك هذا الوقت وأيضا قبولك ضيافتنا، وكذلك لابنتك تغريد وهذه المشاركة. أنا أمل من الله عز وجل أن يكتب لها التوفيق. شكرا لكم. ألف شكر. ألف شكر، وأشكر القناة عالية على هذه المقابلة ولك شخصيا. الله يعافيك دكتور. شكرا لك تغريد. شكرا. شكرا لاستضافتكم. شكرا. يعطيك العافية. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة. هذه هي موهبتنا، وفي الحلقة القادمة بإذن الله موهبة جديدة. كونوا على الموعد في رعاية الله.